هاد النصاب اللي غادي نهضر عليه في هذا الفيديو ما بحالو حتى نصاب من اللي سبق لي هضرت عليهم في فيديوهات سابقه. السيد كان في الحبس وبالتليفون نصب على مسؤولين كبار، طمعهم بهدايا ودا منهم فلوس صحيحه فوق 150 مليون في المجموع ديالها. واقول 150 مليون، طمع ما يقدر عليه غير النصاب. قبل ما نحكي لكم القصه نهضر شويه على هاد النصاب وشكون هو. هو ولد قرية زبا محمد بإقليم تاونات، تزاد في 1969 وبسبب عفوا الظروف الاجتماعية ديال عائلته ما كملش قرايته، انقطع الدراسة في المرحلة الابتدائية، لكنه كان ذكي بزاف والذكاء ديالو مذهل، استغلو غير في النصب. المتهم عاش وسط أسرة فقيرة، باه كان مسكين رجل كبير ومعاق في رجليه، كان كيسكن في شي دوار بجامعة الغوازي في قرية با محمد، وما غاديش نذكر سمية الدوار احتراما للجميع. باه كان مزوج مرة واحدة اخرى وهي ارملة شي برلماني سابق كان مات الله يرحمه، وهي مشي دوار واحد اخر من جامعة سيدي العابد. من صغره كان هذا النصاب فيه التحراميات بزاف، ومن اللي كبر قاد اكبر واخطر واغرب عمليات نصب من داخل السجن ديال قرية با محمد، فين كان كيقضي شي عقوبة حبسية. هاد السجن الإشارة والمعلوماتكم تشد دابا، والسجناء اللي كانوا فيه رحلوهم لسجن عين عيسى بتونات هذه شي سنين بعد ما تبنى السجن ديال عين عيسى وتشد الآخر اللي في القرية. وخا عاش هاد السيد في الدوار وقليل ما كان كيسافر للمدينة، كان نمرة بمعنى الكلمة، يعني نزقوا بزاف، والذكاء ديالو استغلو غير في النصب في عملية نسجل الخيوط ديالها من داخل السجن بعد ما انتحل صفة عقيد في الدرك. هاد الرتبة جعلت اللي نصب عليهم فريسة سهلة بين يديه. القصة ديال هاد النصاب تستحق تكون موضوع شي سيناريو ديال شي فيلم سينمائي، حيث فيها كل أوجه التشويق والإثارة، خاصة ما يتعلق بمناصب المسؤولين اللي نصب عليهم والشي اللي جناه من أموال طائلة، وبعد ما سخر شي بنت مسكينة باش تستلمها حتى هي كانت الضحية ديالو. كل ضحية ديالو وهمهم باللي عنده شي تجهيزات وهيبات مختلفة جاتو من شي جمعيات دولية، لكن الديوانة شدتها ليه في ميناء كازا، كيقول لهم باللي ديك الهيبات كان جايبها ليهم باش يهديها ليهم للمؤسسات اللي هما مسؤولين عليها، ودابا خصهم يعاونوه ويخلصوا قيمة تعشير ديك المحجوزات باش يستلمها ويجيبها ليهم. شي 152 مليون اللي جنا من مختلف العمليات اللي استغل فيها سذاجة شي مسؤولين الله يسامحهم، غراهم دفعات الحواسب وتجهيزات وهدايا، وتسلم منهم الفلوس باش يعشرها قبل ما يفيقوا من الغفلة ديالهم بعد فوات الأوان وبعد ما نصب عليهم هذا النصاب المحترف. هادشي وقع بالضبط في عام 2005 ملي كان كيقضي العقوبة ديالو في سجن قرية با محمد، وتماك جاتو الفكرة ديال ينصب على المسؤولين بديك الطريقة الذكية جدا قبل ما تنكشف الحقيقة ويتحاكم من جديد ويتحكم عليه بخمس سنين ديال الحبس. سالها من شحال هادي، شي واحد من عائلته هو اللي كان جاب ليه التليفون بحسن نية باش يتواصل معه، وهو استغل هاد التليفون باش ينصب على الناس، حتى ان البعض كيتحدث على العشرات من الضحايا ديالو، فيهم شي نائب للتعليم وشي ولي الامن ومسؤولين في الامن واداريين من ادارات مختلفة. بدهاء كبير نصب عليهم هاد الجدرمي العقيد المزور اللي كينصب راسو لشخصيات نافذه باش يسهل الايقاع بالضحايا ديالو اللي دغيا كانوا كيطيحوا في الشبكه ويصدقوه، كما ديك البنت مسكينه اللي كلفها باش تشد الفلوس منهم وكذب عليها حتى هي وعدها بالزواج. البنت مسكينه طاحت هي الاولى في الفخ ديالو ملي وهمها بلي هو ضابط في الدرك، وباش يطمئنها قال ليها بلي الوجود ديالو في الحبس ديال قرية با محمد غير في مهمة سرية باش يتقفى أثر وتحركات شي سجناء دايرهم قدام عينيه باش يعرف النشاط ديالهم والعلاقات ديالهم المتشعبة. وباش تزيد طمأن قال ليها بلي هادو كيحبكم مؤامرة ضد البلاد، وهو دخل الحبس باش يعرفهم شنو كيعملوا معاه من كيتواصلوا وينسقوا. شتو الذكاء ديالو فين وصلوا. اما هي مسكينه فانطلت عليها الحيله وصدقاته، وصبحات اداه طيحه في يديه يدير فيها ما بغى. الضحايا ديالو كانوا من المدن واقاليم مختلفه، وبزاف ديال المحققين اللي حقوا معاه ملي تفرس وتقبط فيهم الجدرميه ديال قريه با محمد وتونات، حتى بني ملال والخميسات،
حيث السيد مزبلها في كل مدينة داير فيها فضيحة وعملية ديال النصب والاحتيال عن بعد. الدهاء ديالو استمر حتى بعد التحقيق معه. السيد تشبث بالإنكار وحاول يضغط على المسؤولين باش يحقق شي أهداف واحدة أخرى. السيد دار إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف الصندوق. يا سلام، داير الزبالي وزيدها بمعركة الأمعاء الفارغة، في خطير هذا. الخطورة ديال النصاب ماشي غير في العملية اللي دار والإنكار والإضراب عن الطعام، حتى الطريقة كيفاش خبى التليفون اللي استعملوا في الاتصال بالضحايا ديالو. المحققين عياو يقلبوا على التليفون مور قالوا ليه الأثر، خباه باش ما يتقفاوش الأثر والطريق ديال العمليات اللي نفذها. هاد النصاب كان كيواجه المحققين بنبرة الشخص اللي ما كيخاف ما والو ولا يستحي، والواثق من النفس ديالو والقدرات ديالو والعارف بالقانون ايضا. وطالما نبه المحققين من اللي كانوا كيستمعوا ليه في محضر رسمي الى ما قد يطالهم من عواقب وخيمة في حال لهانوه او تعسفوا عليه او اساءوا التصرف معه. شفتوا التنطيح كي داير؟ السيد كيدعي العلاقة مع شي شخصية نافذة وزيدها بتصنطيح وشي حويج واحد اخرى. المحققين في الاول ما وصلوا الوالو معه، عياو يحقوا معه ويدوا يجيو فيه ساعة والو. السيد نكر اثناء البحث التمهيدي، نكر من اللي كانوا كيبحثوا معه باللي نصف على اي واحد، ومن اخر ديك العمليات اللي تورط فيها شي مسؤول في منطقة الغرب واخر من الاشخاص اللي نصب عليهم. لكن الاعترافات ديال البنت اللي كانت كتساعده هي اللي كبت ليه الماء في الرمل، كما كيقولوا خلاته كيتراجع على الانكار ويحكي كل شيء بادق التفاصيل. السيد تبين انه اوقع بمسؤول في عمله بمنطقه الشمال، وهمه باللي هو مفتش مفاد من وزاره الداخليه باش يدير تفتيش في العمله والبشويه التابعه لها، وزيد عليهم من الناس اللي نصب عليهم شي مسؤول في نيابة للتعليم ومسؤولين في الأمن، وزيد الكثير من الحالات مما لا يسع المجال اللي ذكرها. نتمنى في الأخر باش نكون توفقت في سرد هاد القصة ديال هاد النصاب. حكيتها ماشي باش تستفدوا منها وتديروا بحاله، بل باش تحضيوا مع شي وحدين ما بقى الثقة وبنادم هو اللي حضي مزيان، ماشي كل واحد بين لكم الربح تثقوا فيه حتى ينصب عليكم. هكذا تسال هذا الفيديو، نتمنى نكون توفقت في السرد كما قلت. ما تنساوش تابوناو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد قناة مروكن كريم تي في الجريمة المغربية. اللي كنشكركم كثير على الاهتمام ديالكم بالشي اللي كتنشروا، وما تنساوش ايضا التفاعل وابداء الملاحظة على الشي اللي كنشروا من الفيديوهات. وايضا ما تنساوش اثراء كل فيديو بالمعلومات اللي قدر ننساوها. وشكرا جزيلا لكم على الاهتمام الذي تولونه للقناة وما تنشره، وإلى حلقة قادمة دمتم أوفياء لها.